السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إحنا عندنا جلسة حموم، هنحمي الأستاذ سلطان البومة الفرعونية بتاعتنا، وكان الفيديو ده طلب مني. في ناس عايزة تعرف البومة بتستحمى إزاي. طبعا إحنا بنقي يوم يكون حر والشمس كويسة فيه ونبتدي نحمي البومة. بنحميها إزاي؟ أنا عندي هنا أهو السبراي ده بشربه بيه، تمام؟ برضه هحميه بيه. هو معمول هنا على الايه؟ على الستريم، فاحنا هنقلبها هنخليها على الاسبراي، تمام؟ وهنعمل كده بس بمنتهى البساطة. هنرسم عليه خالص عشان ينظف نفسه وريحته تبقى كويسة. طبعا هو ريشه كله هيتبل، والبوم الفرعونية اصلا من البوم اللي ريشه بيبقى مزيت، يعني عليه دهون كتير، الريش بتاعه بيستحمل المية. فهو زي ما انتم شايفين هو بيستحمى بالطريقة دي بمنتهى البساطة. بترش عليه السبراي اهو كده، اهو مثلا كده، بصوا بيبتدي يعمل ازاي. هو بيدور لي نفسه، هو عايز يستحمى. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو بيرفع لي جناحاته، يقول لي حميني. بصوا ازاي الجمال اهو. بسم الله ما شاء الله، دي طريقة الحموم اهي في البلكونة. استحمى، شوفوا نفش نفسه ازاي اهو بدون اي اضافات. انا بالنسبة لي ما بحبش احط اي اضافات خالص، على ولا شامبو ولا الكلام ده كله، اني مضمنش الموضوع الكيماويات ده يعمل معاه ايه. اهو الريش كله اهو بيقول لي رشي لي جسمي كله بمنتهى البساطة. دي طريقة تحميم البوم. بصوا بيعمل ازاي اهو زي ما انتم شايفين، مبسوط ومنعنش جدا اهو. بعد ما هيكتمل ريشه كله هيتبل، هيبتدي هو بقى ينفض نفسه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين يبتدي بقى ايه بمنقاره ينظف نفسه وينزل معظم المية اللي على الريش بتاعه. بعمل الموضوع ده مثلا في الصيف في الأسبوع مثلا 3 مرات أو مرتين، ريحته هتبقى كويسة. شايفينه بيعمل ازاي ومبسوط وفرحان. بس طبعا في يوم يكون اليوم شمس برضو عشان ما ياخدش ايه نزلة برد، يقدر والفيديو ده معمول مخصوص عشان كل حبايبي واخواتي اعضاء نادي الحيوانات الاليفة اللي طلبوا ازاي البومة بتستحم. كده احنا بللنا الريش بشكل كامل وهو مبسوط قوي، فهنسيبه بقى ونتفرج عليه نشوفه هو هيبتدي ينفض نفسه ازاي.
انا هسيبه دلوقتي ينشف نفسه وكده يكون الفيديو انتهى. هوريكم طريقه ازاي تحمموا البومه بتاعتكم، تستحمى ازاي بمنتهى البساطه، واشوفكم على خير.